ماذا عن الزمالك على أرضية الملعب؟ عمرو نبيل تفضل يا عم. مساء الخير وتحياتي لحضرتك كابتن مدحت شلبي وتحياتي لكل يعني نجومك الكبار في الاستوديو التحليلي وايضا متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان هنا من استاد الجيش بمحافظه السويس بمنطقه حوض الدرس ومباراه هامه تجمع ما بين فريقي نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش ضمن منافسات الجوله السادسه من عمر مسابقه الدوري. يمكن قبل الحديث عن اي كواليس او اخبار خاصه بنادي الزمالك يمكن حرص المدير الفني البرتغالي كابتن مدحت طبعا على تفقد ارضيه الملعب وتم طبعا الحديث معاه وقام طبعا يعني بالندى على المترجم الخاص بنادي الزمالك من اجل طبعا يعني ارسال رساله لكل المسؤولين هنا في استاد الجيش بالسويس على يعني جمال ارضيه الملعب طبعا على المجهود المبذول طبعا من اجل طبعا اظهار ارضيه الملعب بالصوره الجميله اللي طبعا اللي كلنا شايفينها ان شاء الله ومستنيين نشاهدها في المباراه. ايضا كابتن مدحت نادي الزمالك والاحداث ساخنه طبعا سواء على الانتقالات داخل اللاعبين او داخل النادي او ايضا الانتقالات الخارجيه الى الانديه الخارجيه. يمكن محمود علاء ان يشهد طبعا قائمه النادي الزمالك في هذه المباراه عوده محمود علاء مدافع الفريق طبعا بعد تماثله من الاصابه بعد اصابته طبعا بفيروس كورونا. يمكن كابتن مدحت يعني ظهر حازم امام طبعا الظهير الايمن طبعا بعد غيابه عن المباراه السابقه بعد وفاه والدته لكن طبعا كان الحزن يسيطر وهيمن على وجه اللاعب طبعا نظرا يعني لفقد والدته ورحيل والدته طبعا الى يعني رحمه الله. كابتن مدحت ايضا كمان يمكن فرجاني الساسي يمكن خلاص مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد أو اللجنة الجديدة طبعا برئاسة المستشار عماد عبد العزيز قررت إظهار العين الحمراء لكل لاعب يعني سيتم ملوعة نادي الزمالك يعني بالبلدي كده كل لاعب لن يكون صريح مع إدارة النادي الزمالك سيتم طبعا إظهار العين الحمراء وطبعا ده ظهر من خلال طبعا التعامل مع فرجاني الساسي طبعا تم تطبيق اللائحة نظر وبالعقوبة طبعا على فرجاني الساسي طبعا نظرا لتغيبه لمدة 3 أيام عن التدريبات طبعا عن تدريبات نادي الزمالك. ايضا يعني مصطفى محمد وعرض نادي سانت اتيان الفرنسي. خلينا كابتن مدحت يمكن النهارده يعني قمت بالتواصل مع احد الصحفيين الفرنسيين وطبعا هو مختص في شان نادي سانت اتيان الفرنسي طبعا وهو الكسندر كوبوز وطبعا هو صحفي في جريده ليت الفرنسيه ويمكن تحدث النهارده عن الجانب الفرنسي ونادي سانت اتيان. خلينا اقول لحضرتك كابتن مدحت ولكل جماهير نادي الزمالك ان النادي الفرنسي يمر بازمه ماليه واقتصاديه كبيره جدا قد تعرقل طبعا انتقال اللاعب مصطفى محمد الى صفوف سانت اتيان طبعا نظرا لتمسك نادي الزمالك بالقيمه الماليه طبعا اللي هو طبعا تم تحديدها من قبل مسؤولي نادي الزمالك وهي 5 ملايين يورو. يمكن نادي سانت اتيان يمتلك حتى الان او يقدم عرض نادي الزمالك اخير مقابل 3 ملايين يورو من اجل طبعا التعاقد مع مصطفى محمد. يمكن كمان المدير الفني طبعا كلود بويل وهو طبعا متمسك بضم اللاعب بعد طبعا مقارنه ما بينه وما بين اللاعب طبعا الجزائري الدولي اسلام سليماني لاعب ليستر سيتي لكن نظرا للخلافات ما بين طبعا كلود بويل المدير الفني طبعا السابق لنادي ليستر سيتي وهو المدير الفني الحالي لسانت اتيان قرر طبعا صرف التعاقد عن هذا اللاعب وابقى طبعا مصطفى محمد هو الهدف يعني الاثمن والغالي لنادي سانت اتيان طبعا خلال الميركاتو الشتوي الحالي نظرا طبعا لحاجه الفريق لراس حربه طبعا متميز وهو طبعا ما يوجد في اللاعب مصطفى محمد. كابتن مدحت ونجومه الكبار يمكن دي ابرز واخبار وكواليس نادي الزمالك قبل مباراته الهامه امام نادي طلائع الجيش. انا اتكلم لك ونجومك الكبار في استوديو التحليل. طبعا يا عمرو قال 12 طبعا في الحوار بتاعه شخصيه جميله جدا اشكرك يا عمرو شكرا جزيلا.